ألقى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. جاء ذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح الملا أنه على الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا ملحوظا. تنعقد القمة السابعة للمنتدى في وقت بالغ الدقة تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، مما يحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة، إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة. وعلى الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا ملحوظا، وتعاظم الاهتمام به كوقود حضري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبي الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة.